إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، وأخيرا تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. واش كتشوفوا أننا قربنا نتهناو من هاد كورونا؟ متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمنوا أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. وأخيرا متابعينا الكرام، تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. واش كتشوفوا قربنا من توديع كورونا؟ أجيكا كمال بونسواغ دو فرانس، مرحبا بليلى وتحية ليك وتحية لكل الناس فرنسا، تحية ليك ليلى. الحسين اللهم بارك، الله يبارك لك خويا، الله يحفظك. إذا متابعينا الكرام، يوم أمس تم تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. متابعينا الكرام، واش كتشوفوا أننا قربنا من توديع كورونا؟ بالنسبة لجاي المقيم بالخارج، فغيتم فتح الحدود والرحلات، سيرف الرحلات بالضبط في سبعة من الشهر المقبل من شهر فبراير. 7 فبراير سيتم فتح الحدود، فتح الرحلات من وإلى خارج المغرب. متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، وأخيرا تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. واش كتشوفوا قربنا من توديع كورونا؟ متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. متابعينا الكرام، وأخيرا والحمد لله متابعينا الكرام، تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. واش كتشوفوا قربنا من توديع كورونا؟ متابعينا الكرام، لطيفة كوديو بروتيج نوتخ باي نوتخ غويوم. نعم تحية ليك مصطفى، تحية ليك خويا. السلام عليكم من أوسطى إيطاليا، كيف الحال؟ توحشنا مدينتنا الحبيبة بن سليمان. مرحبا بك خويا مصطفى في مدينتك، مدينة بن سليمان. إذا تم تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا. أشكا كمال كتقول أنا فرحانة، إن شاء الله. شكرا لك خويا محمد، مرحبا بك ليلى في بلادك، مرحبا بك في المغرب الحبيب ديالك، مرحبا بكل الجالية المغربية لداخل وخارج أرض الوطن. نقول لكم مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. نعم خويا رضوان بالصح. إذا متابعينا الكرام، فتم تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروس أخرى ببن سليمان. متابعينا الكرام، عواطيف نشيط هذا المصنع الدار في قرب مطار بن سليمان. تم تدشين هذا المصنع من طرف صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، تم تدشين ديالو يوم أمس. متابعينا الكرام، الحدود غادي تحلو العربي، الحدود إن شاء الله يوم 7 شهر فبراير، يعني سابع، يعني الأسبوع الأول من شهر فبراير غتفتح الحدود. متابعينا الكرام، خبر حصري. إذا متابعينا الكرام، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا عتيقة كمال كتقول توحشنا بلادنا، مرحبا بكم في بلادكم، مرحبا بكم من سوريا، مرحبا بكل متابعينا الكرام.
راح نكون بدونكم مغربية من طنجة لكويرك. نقول لكم مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. شيماء، نعم صحيح شيماء. ملاك لمداني، تحية ليك اختي ملاك. عبد المجيد، واش عاد غيتبنى ولا مبني؟ خويا الله غيتبنى، الله غيتبنى، الله تحط الاجر حجر الاساس ديالو. عتيقة، ليلة سعيدة للجميع، علينا وعليكم كافة الأمة الإسلامية. أبو أنس، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام خويا أبو أنس. إذا المتابعين الكرام، وأخيرا وبعد طول الانتظار، وأخيرا تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. واش كتشوفوا؟ قربنا من توديع كورونا. أبو إناس، تحياتي ليك خويا من الغليميين، إقليم برشيد، تحية ليك. عتيقة، لو 7 فيفري إن شاء الله. نعم، لو 7 فيفري إن شاء الله غتستأنف الرحلات من وإلى المغرب. الحسن، تحياتي من فاس، تحية ليك الحسن وتحية كل الناس فاس. إذا متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا المتابعين الكرام، بشرى سارة للمغاربة، تدشين أكبر مصنع لصناعة لقاحات كورونا وفيروسات أخرى ببن سليمان. واش كتشوفوا أننا قربنا من توديع كورونا متابعينا الكرام؟ كذلك الخبر الثاني المفرح للجالية المغربية، فمتابعينا الكرام، المغرب سيستأنف الرحلات يوم 7 يعني الأسبوع الأول من شهر فبراير، الأسبوع الأول من الشهر المقبل متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. ملكة، تحية لك من المحمدية، تحية متبادلة لك ملكة وتحية لكل الناس المحمدية. إذا متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا مساء النور للجميع، مساء الخير لكل متابعينا الكرام. شكرا ليك، تحياتي من فاس، تحية ليك وتحية لكل أهل فاس، تحية لكل متابعينا الكرام من طنجة القويرة. خديجة، تحية السلام من أحد السوالم، تحية ليك فتاة متواضعة، السلام خويا، عليكم السلام. عمر، سيدي قاسم، تحية ليك خويا عمر، تحية لكل أهل سيدي قاسم، تحية لكل المغاربة من طنجة القويرة، كذلك من ساوث الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كنقول لكم تحية كبيرة لكم من القلب الحسن. الله يحيي هذا الوباء أخي يا ربي أمين. كنتمناو معي القدير أنه في هذا الوباء وهذا البلاء ونرجع آمنين مطمئنين، يا ربي ترجع المياه للمجاري ديالها. كنتمناو من العلي القدير أنه يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء ونرجع آمنين مطمئنين، يا ربي ترجع المياه للمجاري ديالها. متابعينا الكرام، إذا مساء النور للجميع، مساء الخير لكل متابعينا الكرام. عتيقة كمال اللي بغى طرابش البلاغي يدخل عندي الخاص، ما فهمتش عتيقة، مرحبا، ما فهمتش. إذا متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا مساء النور للجميع، مساء الخير لكل متابعينا الكرام. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.